يكتفي بالحفظ فقط، كان جايب كتب للوحي ليه. صحيح. وكان عددهم حوالي 40. وفي بعض والإمام السيوطي وغيره في ناس تجاوزوا الأربعين، يعني في قالوا إن هو كمان أكثر من وإذا 40. كان الصحابة وهم أطهر الناس قلوبا وأعظم الناس أفئدة وأتقى الناس أرواحا لجأوا إلى جمع القرآن مكتوب في مصحف عثمان، لماذا يكتب الصحابة القرآن الكريم ولم يكتفوا بالحفظ؟ وإذا كان الحفظ وحده يكفي، ليه ربنا بيقول في أطول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا، حاجة تجنن، إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى إيه فائدة الكتابة إلا والأمر الأهم الأمر الأهم اللي عاوز أسوقه للسادة المشاهدين، الصحابة كان عددهم كم تقريبا يا فضيلة الشيخ؟ 124 ألف. عدد حفظة القرآن قد إيه؟ لا كان عدد محدود جدا، عدد حافظة القرآن كان محدود جدا، لدرجة لما مات 40 واحد في معركة اليمامة قال لك احنا خشينا على استحر القتل في حفظ حملة القرآن في القراء. يبقى اذا كان صحابة لم يروى انهم ختموا القرآن بأكمل، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما عرف عنه انه حفظ القرآن بأكمله صلى الله رضي الله عنه وارضاه. صحيح. صحيح. لدرجة ان هو نفسه بيقول انا حفظت البقرة في 10 سنين. 10 سنين. 10 سنوات بيحفظ في سورة البقرة. صحيح. لانهم كانوا صحابة عمل مش صحابة قراءة وتلاوة فقط. فانا عاوز اقول انه الذاكرة بتختلف من شخص للتاني. وده بيدفعنا نقول انه نسيان القرآن ليس بمعنى تفلت الذاكرة. ده النبي قال استقرأوا القرآن من 4. بتخيل حضرتك. 4 يعني عارف، وفي حديث رواه الامام الترمذي اقرأ الامة الكتاب لأبي بن كعب، يعني عارف كل بقى الاتقياء قاموا على الراجل حافظ القرآن على القارئ عشان نسك انسي كلمة. العيب عليكم ان كان لازم وحتما ومن الان فصاعدا اي اذاعة على الهوى يبقى في واحد قاعد ماسك المصحف متابع الشيخ، لان الشيخ ده مش ملك بجناحين. صحيح. بينسى. صحيح. عنده مشاكل، عنده امراض تصلب شرايين، عنده غلاء اسعار، عنده مشاكل يا اخي، عنده مش بشر حبيبي يا شيخنا عرفت.